السلام عليكم. هلا والله، آمرني. بدينا نبدأ عن الرتم. عندي قسم دهان، هذا دهان، هذا أغراس مروكي درجة أولى، الكبس يسمونه كبس. زين، هذا دهن مالينو، معروف الدهن مالينو غالي، ملكي يسمونه ملك العود. وهذا دقة مروكي دبل وأعلى. وهذا مروكي ترابل يسمونه يعني قطعة ذهبية، ويسمونه حجم ميني، يعني أقل من الكسر مباخر. زين، هذا مروكي من جزيرة إندونيسيا، ما شاء الله قطع ذهبية حلوة. وإنك تعرف العود من ثقل بيدك، زي الحديدة لما تضربها هنا لها صوت، تطلع لها صوت هنا. شوف، هذا لو قطعة الترابل. يجي بعده حجم أقل منه، يعني بين الدبل وبين الترابل. هذا شوف، هذا اللي هو العود الملكي، هذا عود ملكي كينج اسكون. الكيلو حقه تقريبا 46. شوف لما تحطه هنا ينضرب، يطلع له صوت صوت، هذا تعرف انه زي او تحطه على السيراميك. طيب، اللي حاب يتواصل معاكم هل لكم ارقام حسابات او شيء؟ اي، هذا عندي اللي هو في متجر الكتروني، في متجر بني لام، في سله مفتوح الحين. عندي اثنين متجر الكتروني، اثنين تهكروا، واحد سام الخيال والثاني متجر بني لام. يلا، الله يديكم العافيه ويسعدك ويبارك فيك ان شاء الله. يا هلا، السلام.